الله هو الحكيم المطلق، وأنا حينما أقتني الحكمة أصير حكيما. أصير حكيما يعني كيانيا أمتلك قدرات الحكمة والتعقل، فأصير حكيما. المعرفة منتج يتداول، فبعقلي الحكيم أستوعب المعرفة من الله أو من الآخرين وأحصل عليها. الفكر هو آلية حركة العقل الحكيم لاستيعاب المعرفة واستقبالها وتفعيلها، لأننا بستلم المعرفة عشان أطورها وأفعلها في إبداعات جديدة صادرة عني، وإلا أصير كمن يقرؤون الكتب ولا يفكرون. لو بيستلموا معرفة ولكن هذه المعرفة لم تمتزج بالحكمة اللي عندهم وتعمل المنتج العقلي الجديد الذي يخص هذا الإنسان. الذكاء هو آلية حركة التفكير، في تفكير بطيء أو تفكير أكثر من بطيء يعني معتم مصدي بقى، وفي تفكير سريع الحركة للفهم للتطوير، فهو آلية لحركة التفكير. إذا أنا لم أكون حكيما لكني أفكر وأفكر بذكاء، فسأوظف التفكير والذكاء في غير الحكمة، فبدل ما أعمل عقار يعالج المرضى أعمل قنبلة تدمر المدن. شغلت التفكير والذكاء بدون الحكمة، فأثمرت بحركة التفكير الخالي من الحكمة وبحركة الذكاء. وهو ده اللي حاصل في البشرية والمجتمعات الآن، إنه المعرفة زادت وإنه الذكاء أمكن تطويره، والإنسان عمال يفكر وكل تفعيلات الذكاء والمعرفة زادت، بس بينتج منتجات بتدمر البشرية مش بتبنيها، رغم أنها مبهرة وجذابة وإلى آخره، لكن بسبب غياب الحكمة، لأن الحكمة من الله وهو افترق عن الله.